صوتكم درس، درس بالقوة والإخلاص. سوري بسيطة. دلال؟ دلال خلاص بس كيناكس. دلال كبت القهوة يا تارا. ايه ولا يهمك ولا يهمك. صحيح شو الفكرة اللي قلت لي حابب انه نحكي فيها؟ انا حابب نعمل مثل حوار بيني وبينك، يكون موتيفيشنال توك، بس اقرب للدوكيومنتري واقدر اخبر فيه قصتي. حلوة الفكرة، بس ليش انا؟ افكارك والمواضيع يلي بتطرحها والطريقة اللي بتتناولهم فيها حسيتهم بيشبهوني. نايا بليز دقيلي بعد 5 دقايق، فسر لك بعدين بس دقيلي. وكيف عرفت عني؟ أنا دايماً بفتش على هيك نوع من الفيديوز. أول فيديو شفته لإلك كنت أنا ظاهر من المستشفى، كان وضعي كتير تعبان، بس لما شفت الفيديو وسمعت حكيك حسيت حالي كتير منيح، عملت لك فولو. بعمل لك فنجان غيره؟ لا، أصلاً ما كنت بدي أشرب قهوة بالليل. ميرسي دلال. معك حق، بس هيك أنواع من الأفلام بتاخذ وقت أكثر مما بتتصور. بصير بدك فريق عمل صغير، مونتاج، ميكساج. لهيك أنا ما بحب فوت حالي هالفوتة. عندي هالموبايل، إمتى ما بدي بصور فيديو بنزله أونلاين. ومع هيك بفكر فيها. أنا حاسس حالي شايفك. أنت عايشة بدبي شي؟ لا. سوري، أختي وجوزة كانوا عايشين بدبي وبزورهم من وقت للتاني. أنت شايفك بشي مطعم أو بشي سهرة؟ بركة. ألو؟ إيه نايا؟ لا ما راح طول. طيب يلا يلا أوكي ماشي. شو في؟ ماشي مضطرة أمشي. تشرفنا. حضرتك الو نايا بليز فيك تلاقي لي بشي محل؟ لا 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 مش بالبيت مش بالبيت. خلص بخبرك بس شوفك، بس بليز ما تتاخري. باي.